اهلا بيكم منضو معاكم حلقه جديده بشخصيه جديده. فيديو النهارده انا هشارك معاكم وانا بحاول نفسي شخصيه مشهوره جدا عندنا ومن ابرز الشخصيات اللي اتعملت في مصر، وهي شخصيه فطوطه. هشارك معاكم وانا بعمل الصوره دي من اول خطوه لاخر خطوه من غير ما استخدم الاي اي. اول حاجه كنت محتاج ان انا اتصور صوره، فاخدت 3 صور واحترت اختار اني فيهم، علشان كده قررت فنطهم والصوره اللي تطلع لي هي دي الصوره اللي هختارها. ووقع الاختيار على الصوره دي، وكده ما عدلناش حاجه غير ان انا افتح برنامج فوتوشوب. في البدايه كده لازم افصل نفسي عن الخلفيه. اول خطوه هي الشنب. من اي ويب سايت هجيب صوره شنب وهبدا اظبطها على مقاس وشي وهختار وورم وهبدا اظبطه. جميل. تاني خطوه معانا بقى وهي الطقم بتاع الشخصيه. اول حاجه في الطقم هضيفها وهي الجاكيت. هبدا اظبط الجاكيت بحيث يكون ماشي مع جسمي بالظبط، وهبدا امسح الكم علشان تكون تاني حاجه معايا في الطقم هي النظيف كم، عشان اقدر اظبط مقاسه لوحده على كل دراع. وبالفرشه هدي اللون الاساسي للشخصيه وهو الاخضر. وتالت حاجه معايا بقى هتكون البنطلون، وبعد ما ابدا اظبطه على مقاسي هديله نفس اللون الاخضر. رابع حاجه معايا في اللبس هتبقى القميص، وبعد ما بدات اظبطه عليا هبدا امسح لغايه ما يكون كانه جوه الجاكيت، وعلشان الواقعيه هبدا اديله شويه شادو هايلايت. خامس حاجه معانا بقى وهي البيبيون. هبدا اجيب البيبيون دي وهضيفها. سادس واخر حاجه معانا في اللبس وهي الجزمه بتاعه فطوطه. بصراحه ما لقيتش غير الجزمه دي تكون مناسبه الى حد ما للشخصيه، بس طبعا هحاول اديها اللون المناسب. جميل كده. تالت خطوه معانا بقى وهي الشعر. الحقيقه دورت كتير على ما الاقي شعر بيشبه شعر فطوطه حتى لو مش شبهه قوي، وما لقيتش غير الشكل ده، وحاولت على قد ما اقدر ان اظبطه بس كويس كده. رابع خطوه معانا هي فانوس رمضان. هبدا اضيف الفانوس وهضيف انعكاسات الضوء عليا، وبعد كده هبقى اضيف خلفيه مناسبه للصوره، وهسيبكم مع الفيديو وانا مسرعه علشان تستلهموا منه. الحقيقة أنا هرجع في كلامي، وده لأن الشعر مش عاجبني قوي، فهضطر أستخدم الـ AI علشان أجيب شكل أفضل ومناسب للشعر. هعمل سيلكت على الشعر وجنريت فيل و بس كده. فكان دي حلقة النهاردة. الصورة عجبتني جدا، واللي عجبني اكتر ان احيت ذكرى فطوطة. فلو الصورة عجبتك ما تنساش تقول لي رأيك تحت في الكومنتات، وبالمرة وانت تحت لو عندك شخصية في بالك فياريت تكتبها لي في الكومنتات عشان اعملها الفيديو الجاي. خلصت حلقتنا ما خلصتش حلقتنا، واتمنى اشوفك الفيديو الجاي. سلام.